السلام عليكم، معكم جروب فناير. احنا دابا متواجدين في الكواليس ديال اتصالات المغرب الجوله الصيفيه. احنا في المضيق ان شاء الله. الجمهور هذا تيبان رائع جدا ملي كنا داخلين، ترحاب وكل شيء غادي يدوز زوين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله صبرتني وناري وانا لا عندي صبرتني وناري نشوف صوصاري نعيشو يا كل شيء يا سيري 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 وبعدي بعدي بعدي صراحة ما كاينش شي خلطة سحرية. هو الإنسان، هو الإنسان كيحافظ على راسه بين كتافه ورجله في الأرض. هادشي اللي كاين، تواضع، صغر بنادم عقله ويعيش للجمهور ديالو والفن ديالو. هادشي اللي كاين. هو كان زيارة الأخ ديالنا فاش كنا في باريس، كنقضيو أغراض، مشينا زرناه وشفناه وهذا، ولكن إلا كان العمل راه بطبيعة الحال غادي يكون في راس الناس وغادي يوصلهم الخبر، يعني طازة زعما داك الشيء من غام. وهو كي معروف على مجموعة فناير، فهو عندنا عنصر المفاجأة. فتنقول للجمهور ديالنا أنهم يتسناو أي مفاجأة رائعة. مزيكا مازال جاية في الطريق. Thank you.